ببرنامج المواكبة التربوية وبرنامج وقعتها الجمعية مع النيابة للتعليم في إطار اتفاقية تحدد المستفيدين من المشروع في مجموعة من التلاميذ هم تلاميذ مهددين بانقطاع الدراسة، تلاميذ منقطعين حديثا عن الدراسة والذين أرجعوا في إطار العملية التأسيسية، وكذلك المستفيدين من برنامج الفرصة الثانية المدمجين في التعليم النظامي. أهداف المشروع: ضمان الاحتفاظ بالأطفال داخل المنظومة التعليمية ومساعدتهم على النجاح في مسارهم الدراسي ضمن مجموعات لا تتعدى 15 مستفيد، وبذلك استغلال غلاف زمني مدته 864 ساعة على مدار سنة دراسية. تقليص من نسبة الانقطاع عن الدراسة للمؤسسات المستهدفة من خلال توفير دعم بيداغوجي من طرف الجمعية للأطفال المستفيدين من المواكبة عبر تقديم الدعم في مجموعة من المواد كاللغة العربية الفرنسية الرياضيات وما إلى ذلك، وذلك بغية تحسين مستوى تحصيلهم الدراسي. توفير الدعم النفسي والاجتماعي من خلال الوساطة والتواصل مع الأسر ومحيط المؤسسة. دعم عملية التحاق التلاميذ المؤسسات التعليمية وتوفير أنشطة موازية لمساعدة المستفيدين على تفتح واندماج. في سياق الاتفاقية واللي سبق الجمعية وقعتها السنة الثانية على التوالي، استفاد من البرنامج السنة الأولى مؤسستين دراستيتين هما سيبويه وابن الزهر 2012-2011، أربعة مؤسسات هي مؤسسة النخيل ابن الزهر المعطار وطريق جرادة لما مجموعه 76 مستفيد 2012-2013 السنة الحالية، كذلك أربعة مؤسسات مستفيدة ليمدرس النخيل بن الزهر في المطار طريق جرادة بما مجموعه 78 مستفيد. الإشارة أن نسبة النجاح في البرنامج بلغت ما يفوق 90% المستفيدين اللي استطاعوا يحصلوا على نتائج مهمة ويحسن مستواهم في إطار هذا البرنامج. البرنامج بطبيعة الحال متنوع ويتضمن مسابقة ما بين مؤسسات التعليمية. طلب كلمة الأخ مسير البرنامج كيف يقدم